نحن أبطال إفريقيا وإفريقيا تحت سيطرة المنتخب الوطني الجزائري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم وليد من قناة وليد هوب. إذا كنت تشاهدون للمرة الأولى أتمنى منك الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلك كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا، وأيضا كبداية لهذا الفيديو لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. فاز المنتخب الوطني الجزائري على نظيره نيجيريا وحطم المنتخب الوطني الجزائري رقما قياسيا رفقة الناخب الوطني جمال بلماضي، وذلك بسلسلة انتصار في رصيدها 19 مباراة، وإن شاء الله يعني العقوبة للمباراة 20 أمام منتخب المكسيك التي ستكون قوية. الناخب الوطني جمال بلماضي يعني استحفظ على لاعبين أقوياء في دكة البدلاء، صراحة كنا نلعب بتشكيلة قوية وفي دكة البدلاء لدينا تشكيلة أخرى، بالرغم أننا عندنا منتخب واحد عندنا منتخبان، وهذا ما حققه الناخب الوطني جمال بلماضي، فمبروك علينا كجماهير لهذا المنتخب، ولنا الفخر أن نشجع وأن نكون جزائريين وأن يكون لدينا منتخب قوي حاليا. طبعا أعزائي المشاهدين، في هذا الفيديو سأكشف لكم ماذا قال النجم الدولي والناخب الوطني جمال بلماضي بعد المباراة مباشرة، أين بعث برسائل يعني قوية لمنتخب المكسيك ورسالة قوية ومباشرة. فبطبيعة الحال قبل التطرق إلى هذه الأمور أود أن أقول لكم، يعني نشرت لكم في حساب الانستغرام، قلت لكم يعني قبل المباراة شاركت معكم واحد يعني ستوري، قلت لكم إذا أراكم باغيين نعرض يعني مشجعين للمنتخب نيجيري ومواطنين نيجيريين لكي يكونوا ضيف في حلقتنا اليوم. وأنا عملت هذا الشيء صراحة، اتصلت بأحد المشجعين لنيجيريا وتبادلنا أطراف الحديث وتعرفنا على بعضنا البعض، كوننا صداقة، وطبعا سجلت لكم الفيديو، ولكن للأسف الشديد يعني ذلك الفيديو لم يكن فيه صوت. للأسف الشديد يعني أنا محبط، وأقول لكم أعزائي المشاهدين أن الفيديو كان جيد للغاية، والشخص الذي يعني كان ضيف في هذه القناة كان فرح جدا رغم خسارة بلاده، ولكن كان يتحدث عن المنتخب الوطني الجزائري وكأنه بلاده. طبعا أعزائي المشاهدين، في الفيديو القادم إن شاء الله سأحاول نشر لكم ما تبقى من الفيديو، فلهذا ابقوا يعني في تطلع على هذه القناة، ولا تنسوا عفوا تفعيل زر التنبيهات. طبعا أعزائي المشاهدين، الناخب الوطني جمال بلماضي بعد المباراة مباشرة صرح أنه راضي على جميع لاعبي المنتخب الوطني الجزائري والأداء للاعبين في المباراة، ولقد عملوا بجد طيلة 90 دقيقة وكانوا عدوائيين مع تطبيق كرة نظيفة من ناحية الفنية، وجميع مكونات كرة القدم عالية المستوى كانت متوفرة اليوم. يعني كان يتكلم عن المستوى الاحترافي، وهذا ما قدمه لاعب المنتخب الوطني الجزائري، إلا أنه كانت بعض الأخطاء، ولكن جمال بلماضي راضي على جميع اللاعبين حتى اللاعبين الذي تم استدعائهم يعني لكي يكونوا جدد في المنتخب الوطني الجزائري. يعني جمال بلماضي راضي عن جميع اللاعبين وتكلم عن الناحية البدنية والجسدية. في حين أعزائي المشاهدين تكلم أيضا عن صعوبة هذه المواجهة، كان في قبل أن يتكلم عن هذه المباراة في ندوة الصحفية، قال يعني في الندوة الصحفية التي قبل هذه المباراة قال بأن مواجهة نيجيريا ستكون قوية هي والمكسيك، ولكن أكد نيجيريا أنها ستكون قوية، خاصة أن تاري بويست هذا اللاعب يعني النيجيري السابق صرح لنا بأنه المنتخب النيجيري يريد الانتقام من المنتخب الجزائري، وهذا ما صرحت به في العديد من الفيديوهات. وطبعا جمال بلماضي تفوق عليهم، يعني ما كان لا انتقام ولا هم يحزنون. فبطبيعة الحال جمال بلماضي قال بأنه مواجهة نيجيريا دائما ما تكون صعبة، إلى مواجهة المنتخب النيجيري ستكون دائما وتكون قوية تكتيكيا، ويعني المنتخب النيجيري فريق متكامل في كل الخطوط، لم يمنح لنا الكثير من الفراغات كما يتميز بقوة بدنية كبيرة. كنا نملك قبل المباراة فكرة عن النقاط السلبية للمنتخب النيجيري، ولكن المدرب روهر أشرك لاعبين آخرين مما أخلط لنا الحسابات. يعني كان يقول بلي أنه كنا نستطيع الفوز بنتيجة عريضة، إلا أن يعني لم يدرس خطة روهر في يعني التشكيلة التي سيدخل بها، فلهذا يعني أخلط له جميع الحسابات، ولكن يعني تخلط ولا لن تخلط حسابات جمال بلماضي، فالفوز سيكون للمنتخب الوطني الجزائري، وحاليا نحن أبطال إفريقيا وإفريقيا تحت سيطرة المنتخب الوطني الجزائري. أما أيضا أعزائي المشاهدين يعني علق عن بن قبلة وفريد بولايا هذان اللاعبان، وخاصة بولايا الجديد، صرح أعزائي المشاهدين
قائلا أنا سعيد بمنح الفرصة للاعبين الجدد من أجل إثبات قدراتهم. على سبيل المثال هاريس بالقبلة قام بعمل رائع بالضغط على المنافس وأظهر قدرات بدنية عائلية بالإضافة إلى طريقة لعب فنية نظيفة. وقال حتى بن رحمة الذي كان ينقصه الهدف فقط، دون أن ننسى أندي ديلور الذي قدم أداء رائعا، لكن من الحقيقة في الحقيقة لست متفاجئا من أداء هؤلاء اللاعبين. حتى فريد بولايا كان جيدا رفقة رضا حليمية الذي كان حذرا في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني رفع المستوى وتخلص من الضغط. على العموم أنا سعيد بأداء كل اللاعبين. مع أن يعني مهدي طهرات صرح أعزائي المشاهدين قائلا طهرات عوض بالعمري بامتياز، وأشاد الناخب جمال بالماضي بالثنائية كل من عيسى مندي ومهدي طهرات عقب تألقهما ضد يعني نيجيريا، حيث قال بالماضي في هذه الندوة الصحفية يعني طهرات وماندي قدم مباراة رائعة، ماندي وطهرات يعني تفوق في الصراعات الهوائية وتميزوا بالصلابة والقوة أمام المهاجمين النيجيريين. طبعا قائلا تألق طهرات يعني يمنحنا حلولا إضافية في المستقبل، خاصة في حال غياب جمال الدين بالعمري. جمال الدين بالعمري يعني ترك نقطة وفجوة في دفاع المنتخب الوطني الجزائري، ولكن جمال بالماضي عرف أن يشرك اللاعب المثالي في الوقت المثالي ألا وهو طهرات لكي يكون هذا اللاعب مكان جمال الدين بالعمري، وقدم مستوى كبير. وأنا يعني كنت نسيت هذه النقطة ما ذكرتها لكمش في الفيديو السابق، هو أن الثنائية لي يعني عيسى ماندي وأيضا هذا اللاعب مهدي طهرات فقدم مستوى كبير، فهم يعني متقاربان ومتفقان مع بعضهما البعض وقدم مستوى كبير وأنقذوا كتيبة المنتخب الوطني الجزائري في العديد من الهجمات. بينما أعزائي المشاهدين يعني الرسالة التي تكلمت عليها في بداية الفيديو للمنتخب المكسيكي الذي صرح بها الناخب الوطني جمال بالماضي كانت طبعا رسالة غير مباشرة، حيث صرح أعزائي المشاهدين قال بالماضي سيأتي اليوم الذي ننهزم فيه ولا يمكن أن نفوز بكل مبارياتنا، سيأتي اليوم الذي ننهزم فيه، ولكن بطبيعة الحال عندما ننهزم أريد أن يعاني الفريق المنافس وأن يخطف الفوز منا بصعوبة. يعني أعزائي المشاهدين نحن يعني سعداء وجد فرحين بما وصل إليه المنتخب الوطني الجزائري وهذه سلسلة الانتصارات التي في رصيدها 19 مباراة، فلدينا الشرف أن نكون جزائريين صراحة وأن يكون لدينا هذا المنتخب القوي. فلهذا جمال بالماضي قال بلي أنه سيأتي اليوم الذي سننهزم فيه، يعني لا شيء مستحيل في كرة القدم، لأن يعني حتى الفوز بكان 2019 كان شبه مستحيل وجمال بالماضي حقق لنا هذا بفضل اللاعبين بفضل الله سبحانه وتعالى. فبطبيعة الحال قال بلي أنه سيأتي ذلك اليوم، يعني عاجلا أم آجلا سيأتي ذلك اليوم، ولكن يتوعد جميع المنافسين أن الناخب وأيضا المنتخب الذي سيأخذ منا هذا الفوز سيأخذه بصعوبة قوية وشديدة ومريرة، يعني لن تأخذ الفوز ولن تكسر سلسلة انتصارات المنتخب الوطني الجزائري بسهولة، يعني ستعاني إذا فزت ولن تفوز بنتيجة عارضة. بينما صرح أعزائي المشاهدين قائلا يجب أن نواصل على هذا المنوال، على المنوال يعني سلسلة الانتصارات يعني المتسلسلة، وأيضا قال أن نسجل الأهداف وألا نتلقى الأهداف. اليوم سجلنا هدفا وحيدا وكان بإمكاننا إضافة أهداف أخرى لو كنا أكثر تركيزا، بفضل اللاعبين تمكننا من هذا الفوز في هذه المباراة أمام يعني العديد من اللاعبين الجيدين الذين شاركوا في كأس العالم، يتكلم عن منتخب نيجيريا. فكما قلت لكم أعزائي المشاهدين كانت هذه هي رسالة الناخب الوطني جمال بالماضي ل يعني المكسيك. المكسيك ستكون مباراة قوية، هذه نقطة يجب على الجميع أن يتفق عليها. المكسيك تفوق على هولندا الذي يحتل المرتبة يعني كبيرة في ترتيب الفيفا، بينما هذا المنتخب الذي سنواجهه يحتل مرتبة راقية في ترتيب الفيفا. ستكون مواجهة قوية وستكون مواجهة يعني جد يعني كأنها رسمية. فكلا الناخبان الناخب جمال بالماضي يريد أن يصل إلى المباراة 20 بدون هزيمة وسلسلة انتصار برصيد 20 مباراة، أما أيضا المنتخب المكسيكي يريد يعني
مواصلة سلسلة انتصاراته، حيث في رصيده 21 مباراة. فمن الممكن أن واحد، يعني ليس من الممكن بل من المتوقع أن واحد من هذان الفريقان ومن هذان المنتخبان أن يكسر سلسلة الانتصارات للمنتخب الآخر. ونتمنى أن الناخب جمال بلماضي يعني سيتفوق على المنتخب المكسيكي، بينما جمال بلماضي يعني أراح بعض اللاعبين مثل رامي بن سبعيني وأيضا رياض محرز الذي هو سيحتاجهم في المباريات القادمة أمام المكسيك. فكل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في هذه المباراة، وإن شاء الله يعني قريبا سأنشر لكم تشكيلتي المتوقعة ضد المنتخب المكسيكي، ونتمنى أن تكون يعني توقعاتي صحيحة، رغم أن توقعاتي الماضية لهذه المباراة حسب توقعاتي يعني أخطأت في بعض اللاعبين، وخاصة أن الهجوم والدفاع كان رسمي إلا في لاعب واحد، أما خط الوسط يعني كان متغير جدا. طبعا أعزائي المشاهدين، كان هذا فيديو اليوم، قيموا يعني المباراة أمام نيجيريا في صندوق التعليقات، قولوا لنا كيف جاءكم مستوى المنتخب الوطني الجزائري بعد عودته للمباريات التي طال انتظارها كثيرا. طبعا هنا ينتهي هذا الفيديو، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.